والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا وعلينا معهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمن بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومن تحقق به التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد فإن خير الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. وصلنا إلى فصل تتمة الاعتكاف، مسائل الاعتكاف. نعم. وهذه التتمة مسائل الاعتكاف يذكرها الفقهاء في نهاية مسائل الصوم، نعم، للعلاقة بينهما. وكذلك هذا يتأكد في العشر الأخير من رمضان. إذن الله تعالى جعل الاعتكاف تتمة لصوم رمضان، كذلك الفقهاء جعلوا مسائلها تتمة لمسائل رمضان. نعم. تتمة يسن اعتكاف كل وقت. وهو لبس فوق قدر طمأنينة الصلاة ولو مترددا في مسجد أو رحبته التي لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد بنية اعتكاف. إذن أولا ذكر معناه اللغوي، وهو قبله ذكر الحكم يسن اعتكاف كل وقت، يعني ليس له وقت معين بل هو مشروع في جميع الأوقات ليلا ونهارا، وليس هناك وقت منع أيضا يمنع من الاعتكاف، كما أن الصلوات أو بعض الصلوات يكره أو يكره تحريما في بعض الأوقات، لكن وكذلك الصوم يحرم في بعض الأيام، أيام العيدين وأيام التشريق هكذا. ليس كذلك وقت يمتنع فيه الاعتكاف، بل في جميع الأوقات وهو مشروع مطلوب مندوب. نعم. ثم بعد ذلك يبين ما معناه لغة، وهو لبس، يعني اللبس يعني البقاء والاستمرار في مكان. ثم بعده يقول أضاف إليه سائر القيود لمعناه الشرعي، لذلك قال وهو لبس فوق قدر طمأنينة الصلاة في مسجد أو رحبته بنية اعتكاف، هذا هو معناه الشرعي. ثم أما اللغة الثانية اللبس والحبس والملازمة على الشيء وإن كان شرا. الاعتكاف لغة يقال يقال للبس على أمر شر أيضا، لكن في الشرع لا يقال. إذن يقال يعني اعتكف فلان على شيء من المعصية مثلا، استماع إلى معصية أو ارتكاب على معصية، وهكذا يقال في اللغة. أما في الشرع لبس فوق قدر طمأنينة الصلاة في مسجد أو رحبته بنية اعتكاف،
هذا هو الذي يأتيك بشرى. ينبغي أن يكون فوق قدر طمأنينة الصلاة، فإذا لو كان قدر طمأنينة الصلاة أو أقله لا يكون اعتكافا شرعا. ما هو مقدار طمأنينة الصلاة في ركن الطمأنينة من أركان الصلاة؟ بينا مقداره، يعني هناك هذا سكون حركة الانتقال من المنتقل منه إلى المنتقل إليه، هذا السكون، قدر هذا السكون. بعض أصحاب الهواشي قدرها بقدر سبحان الله. هذا حسن ذكر في الشرقاوي في حاشيته، وهو قدر سبحان الله. فإذا لو كان أقل من ذلك أو كان هذا القدر لا يكون اعتكافا، بل ينبغي أن يزيد عليه بشيء ولو مترددا في مسجد. هذا ولو مترددا، هذا غاية لللبس. اللبس لا يشترط فيه الاستقرار والسكون، هذا معنى قوله ولو مترددا. فإذا ينبغي أن يكون لبس، ومع ذلك لا يشترط أن يكون على شكل السكون والاستقرار. نعم، بل يجب أن تردد، ودخل من باب على نية اللبس، ثم بعد ذلك مشى في المسجد، في داخل المسجد زمنا مدة، ما قليلة أو كثيرة، كان يمشي يتردد داخل المسجد ثم خرج، لم يستقر أصلا. لو كان بنية الاعتكاف هو معتكف. هذا في الحاشية نقل قول البجيرمي وغيره أنه لو كان هذا اللبس ينبغي أن يكون لا يكون على طريق العبور، ينبغي أن لا يكون على طريق العبور. فإذا ما الفرق بينهما؟ وفي البجيرمي ما نصه، قال المناوي في أحكام المساجد ويندب للمار أن ينويه، أي الاعتكاف الذي يمر في المسجد يندب له أن ينوي الاعتكاف ويقف وقفة تزيد على أقل طمأنينة الصلاة، ثم أثناء المرور هو يقف وقفة تزيد على أقل طمأنينة الصلاة ينوي بهذا الاعتكاف لأن ينال هذا الفضل. فإن نواه ولم يقف أو وقف قدرها أو دونها لم يصح على الأصح. فإذا بمجرد العبور لو نوى الاعتكاف هل يحصل أو لا يحصل؟ لا يصح، لا يحصل، هذا هو الراجح. هكذا يعني في فتح الجواد، إذا في حاشية سيد الرحمن على التحرير، كل يشير إلى هكذا. فإذا ينبغي أن يكون هذا اللبس على غير طريق العبور. فإذا رجل أراد العبور من باب إلى باب هكذا الخروج، ممكن هذا مسافة بعيدة، لذلك ممكن يستغرق خمسة فيها نواة الاعتكاف لا يصل له نية فضل الاعتكاف على الأصح. لماذا؟ ينبغي أن يكون هذا اللبس على غير طريق العبور. ومع ذلك لا يشترط في اللبس السكون والاستقرار، هكذا فرق. نعم، مسجد. نعم، فإذا هذا تعيين مكان الاعتكاف.
ولو في مسجدنا أو رحبته. رحبته سبقا بينا يعني هذا ما بني لتوسيعة في المسجد، بينا سابقا رحبة المسجد وحريمه في باب الجماعة. رحبة المسجد من المسجد، أما حريم المسجد ليس من المسجد، لذلك يصح الاعتكاف في رحبة المسجد، لكن مع هذا القيد الذي لم يتيقن حدوثها بعده. فإذا لو كانت هذه الرحبة حادثة يقينا بعد بناء المسجد لا يكفي، وأنها غير مسجد كذلك لو تيقن أن الرحبة ليس بمسجد، فإذا ليس حادثا بل هو مبني مع المسجد، لكن تيقن أنها غير مسجد. لو كان هكذا لا يصح الاعتكاف بالرحبة، هذا سبق بينا. بهذين القيدين بعدم هذين الأمرين تعتبر الرحبة من جملة المسجد بنية اعتكاف. ثم هذا اللبس ينبغي أن يكون بنية اعتكاف، لماذا؟ هذه عبادة، إنما الأعمال بالنيات. ثم ولو خرج ولو لخلاء من لم يقدر الاعتكاف المندوب بالمنذور بمدة بلا عزم عود جدد النية وجوبا نراه. وفيما يلي المصنف يبين أحكام انقطاع النية، وهكذا نوى الاعتكاف ولبث في المسجد، ثم هو خرج لبعض الحوائج. إذن عندما يخرج لبعض الحوائج ينقطع، وهناك حوائج أخرى لا ينقطع به بالخروج لأجلها النية والتتبع في الاعتكاف. وهذا المصنف يبين هذين الخروجين. ولو خرج، من خرج من لم يقدر الاعتكاف بمدة، إذن عندما ينوي الاعتكاف ممكن يقدر مدة أو لا يقدر مدة، بل هو أطلق النية. هذا تقدير المدة، مثلا في العشر الأواخر عندما دخل المسجد بنية الاعتكاف في العشر الأواخر ينوي نويت الاعتكاف في هذا المسجد في هذا العشر الأواخر من رمضان، هكذا ينوي. فإذا قدر مدة، أو ينوي يوما أو شهرا أو يعني ساعة، هكذا. وكذلك ممكن أن يكون مندوبا أو منظورا، واحد نظر لبث في المسجد. هذا الرجل خرج ولو كان الخروج لخلاء، يعني لقضاء الحاجة، ثم بلا عزم عود، لكن عند الخروج لم يعزم أن يعود إلى المسجد، بل بدون هذا العزم خرج، ثم بعد ذلك عاد جدد النية وجوبا متى إن أراده، إن أراد الاعتكاف مرة ثانية، يعني هكذا هو خرج، أولا نوى الاعتكاف ثم خرج، ممكن خرج لقضاء الحاجة، لكن عند الخروج لم يعزم عوده إلى المسجد للاعتكاف، ثم عاد وأراد الاعتكاف، يجب عليه النية، جدد النية وجوبا. ما معنى وجوبا؟ يعني لانعقاد الاعتكاف هذا واجب، أما الاعتكاف مندوب، أو لو كان منظورا يجب، أي كان نية واجبة إن أراد. وكذا إذا عاد بعد الخروج لغير نحو الخلاء من قيده بها كيوم، وكذا إن عاد، كذا إن عاد بعد الخروج من عاد من قيده بها، من قيد الاعتكاف بها يعني بمدة كيوم، فهذا الرجل خرج. لماذا خرج؟ لغير نحو خلاء،
لم يخرج لخلاء بل خرج لغير نحو خلاء. فإذا ماذا يدخل في نحو الخلاء؟ كما سيت يعني غسل الجنابة أو إزالة النجس فهكذا. فإذا لغير هذه الأوائل خرج ثم هو عاد، وهو يجب عليه أيضا تجديد النية. فإذا هذا الرجل الذي لم يعزم عوده، وفي هاتين الصورتين الذي لم يعزم عوده هذا هو. أما الذي عزم للعود سيأتي حكمه. فإذا مصنف يعني قسم إلى ثلاثة أقسام المعتكفين عند الخروج، واحد يعني عزم، واحد لم يعزم. ثم الذي لم يعزم لماذا خرج؟ لا نعم، هو من لم يقدر الاعتكاف بمدة، أو من قدر الاعتكاف بمدة هكذا. لو كان لم يقدر الاعتكاف بمدة ممكن هو خرج لخلاء أو غيره لأي حاجة. نعم. ثم الذي قدر الاعتكاف بمدة لو خرج لنحو خلاء ثم عاد يجب عليه. أما لو خرج لغير هذه الحوائج يجب عليه بطريق الأولى كما سيأتينا. ثم فلو خرج عازما، إذا كذا إذا عاد بعد الخروج من قيده، هذا ليس مطلق بل هذا بقية ما سبقه، لأجل ذلك يأتي به قيد بلا عزم عود ومقابله فيما بعد يبين. فلو خرج عازما لعود فعاد لم يجد تجديد النية، يعني في صورتين، في الصورة الأولى ولم يقدر اعتكافه من مدة ثم خرج لأي حاجة، لكن بنية عوده خرج. في الصورة الثانية هو قدر اعتكافه من مدة وخرج لنحو خلاء، فإذا لا يجب عليه تجديد النية، معناه يكتفي بالنية الأولى، لم ينقطع اعتكافه، لذلك لا يجب تجديد النية. ثم ولا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع. ثم في هذا يبين المصنف الأسباب يجوز لأجلها الخروج بدون انقطاع الاعتكاف. لو خرج لهذه الحوائج لا ينقطع اعتكافه. ما هذه الأسباب؟ هذا الذي يقول لا يضر الخروج في اعتكاف نوى تتابعه، تتابع مثلا هكذا نوى يوما أو يعني أسبوعا أو يعني عشر الأواخر من رمضان هكذا نوى. إذن نوى التتابع ويلزمه تقييد اعتكافه بمدة النار. وهذه صورة هناك، هذا صورة التتابع. نوى تتابعه كأن نوى اعتكاف أسبوع لقضاء حاجة. خروج لا يضر، ما معناه؟ لا يضر في تتابع اعتكافه لقضاء حاجة خرج. هذا قضاء الحاجة إما بول أو غاية، كذلك مثلهما الريح أيضا. إخراج الريح في المسجد يكرهنا، لأجل ذلك ممكن هو خرج لإخراج الريح، هذا ما يضر. ولو بلا شدتها، ممكن خرج لقضاء الحاجة بدون شدة الحاجة، بل يعني هذا حاجة معتدلة فقط يجوز له الخروج. وغسل جنابة، قضاء حاجة كذلك غسل جنابة سبب سالي. الثالث يعني إزالة نجس، ويزيل لأجل إزالة النجس خرجنا.
لو كان النجس معفوا وعيلا يجوز له، لا حاجة إلى كون النجس غير معفو عنه، بل هذا نجس معفو عنه، مع ذلك هو خرج. وإن أمكنهما في المسجد، أمكنهما يعني الغسل وكذلك إزالة النجس، أمكنهما يعني الغاسل والمزيل، لكليهما يمكن. ماذا يمكن؟ الغسل يمكن لغاسل الجنابة، لمزيل النجس يمكن إزالة النجس هكذا في المسجد، أما قضاء الحاجة لا يمكن في المسجد وهو حرام، نعم، لأنه أصون لمروته ولحرمة المسجد، لأنه أصون أكثر صيانة لأنه خروج لمروته، لمروة الرجل، الرجل مع مروته لا يغتسل للجنابة في المسجد ولا يزيل النجس في المسجد، لا إزالة النجس في المسجد بدون تلوث المسجد، تنجس المسجد له كان المسجد يتلوث بالنجس وهو حرام، بدون ذلك فرض المسألة أصون لمروته ولحرمة المسجد أيضا، لحرمة المسجد أيضا الخروج أفضل، لذلك يجوز الخروج. وأكل طعام كذلك يجوز الخروج لأكل طعام، لأنه يستحي منه في المسجد أو يستحيا منه في المسجد، الناس لا يأكلون في المسجد حياء، لأجل ذلك يجوز، فإذا هذا الحياء اعتبر عذرا. ثم وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا له لا الخروج له قصدا، فإذا ذكر يعني من الأسباب قضاء الحاجة غسل الجنابة إزالة النجس كذلك أكل الطعام، أكل الطعام بالنسبة إلى يعني ما لا بد منه، بدون ذلك لا يستطيع أن يعيش ويعتك. ثم فإذا هذه ضروريات، فإذا غسل جنابة اعترز به عن غسل مسنون كما سيت، كذلك غسل جنابة إزالة النجاسة اعترز بهما الوضوء مطلقا، وضوء واجبا أو مندوبا، فإذا لا يجوز له، يعني يضر الخروج للوضوء كما سيصرح. إذا رجل يعني ذهب لقضاء الحاجة ثم تولى بعد الاستنجاء هو تولى، فهذا لا يضر، هذا الذي قال أولا، وله يعني يجوز له الوضوء. ما معنى الجواز؟ يعني عدم الضرر في تتابع اعتكافه. وبعد هذه الأفعال أو أداء هذه الأسباب لو رجع إلى المسجد لتتابع اعتكافه لا يجب عليه إعادة النية تجديد نيته، بل هو يمضي في اعتكافه بناء على النية الماضية. له الوضوء سواء كان واجبا أو مندوبا بعد قضاء الحاجة تبعا له لقضاء الحاجة، لا للخروج له قصدا، يعني لا يجوز له الخروج له أي للوضوء قصدا، ثم قصدا معناه مستقلا ليس لقضاء الحاجة بل لأجله فقط خرج، هذا لا يجوز، يعني ينقطع تتابعه. نعم، فإذا لو كان ناظرا التتابع الاعتكاف يعني المتتابع، لو كان نذره فيؤثم إلا لماذا هو ترك هذا التتابع، ثم بعد ذلك يرجع ويجدد النية ويعتكف. سيأتي صورة، يعني صورة الاستثناء هناك جائز، نعم، الخروج له قصدا ولا لغسل مسنون، هذا أيضا لا يجوز، لكن هنا في مسألة الوضوء لو تعذر الوضوء في المسجد يجوز، هكذا ذكر.
لو تعذر الوضوء في المسجد فيجوز الخروج. هذا عند الإمكان، لو لم يتعذر، لم يتعذر الوضوء في المسجد عندئذ لا يجوز، لو تعذر يجوز. هذا عند التعذر يجوز للوضوء الواجب فقط، يعني هذا للصلاة في القرآن وهكذا. أما تجديد الوضوء وأمثاله من أو يعني مغالبة على الوضوء على الطهارة وأمثاله من الوضوء يعني المسنون لا يجوز، يعني يضر التطهير. ثم ولا لغسل مسنون، ولا يضر بعد موضعها إلا أن يكون لذلك موضع أقرب منه أو يفحش البعد فيضر، ما لم يكن يجوز له الخروج. نعم، إلى أي موضع يجوز الخروج؟ يعني لو كان بعيدا، مثلا هو أراد أن يخرج إلى بيته، بيته شوي بعيد، هل يجوز أن يذهب إلى بيته يعني يقضي حاجته أو يغتسل للجنابة وهكذا؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكون بعده فاحشا. لو كان بعده فاحشا لا يجوز، هذا الذي ذكر بما بعده يفحش البعد. أو ينبغي ألا يكون موضع آخر أقرب منه من ذلك الموضع. فإذا هذا رجل له موضعان لقضاء الحاجة وحمامان للغسل، فإذا هو ذهب إلى الأبعد فينقطع. ولا يضر بعد موضعها، موضع قضاء الحاجة وغسل الجنابة إزالة النجاسة أكل الطعام هكذا. موضعها هذا الأمير يرجع إلى هذه الأمور الأربعة. ثم إلا أن يكون لذلك موضعا أقرب منه أو يفحش البرد، عندئذ يضر فيضر، ما لم يكن الأقرب غير لائق به. هكذا موضعان، لكن هذا اللائق الأقرب ليس لائقا، مثلا هو ذهب إلى مطعم أبعد، المطعم الأقرب لا يليق به لرداءته وهكذا، أو ذهب إلى حمام أبعد، والحمام الأقرب هو ليس لائق به فلا يضر. ولا يكلف المشي على غير سجيته، يعني عند الخروج هل يكلف بالمشي على سرعة فوق سجية مشيه وطبيعته؟ هكذا لا يكلف، بل وهو يمشي على سجيته، فهناك يشترط أن لا يبطئ في المشي أكثر، هذا البطء يعني أكثر سجيته، هكذا لا ينبغي، بل هو يمشي على سجيته. وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر، ممكن عندما خرج اتفقت صلاة جنازة، هل يصلي على الجنازة؟ نعم يجوز له الصلاة على الجنازة، معناه لا ينقطع. هذا إن لم ينتظر، لا يجوز له انتظار صلاة الجنازة، بل اتفقت هذا يجوز. هو يعني من خرج للقضاء حاجة ونحوه إن لم ينتظر صلاة الجنازة. كذلك ذكر في التحفة ولا عرج إليها، فإذا هذا في طريقه اتفق يصلي يخلي ثم بعد ذلك يرجع إلى المسجد ويخرج. جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي كلقاء أمير أو أخروي كوضوء كذا وكذا، يعني عندما ينوي التتابع سواء كان نذرا أو غير نذر، هذا التتابع ممكن هو ينذر أو لا ينذر، لكن عند النية يجوز له استثناء أسباب.
فيجوز له الخروج في هذه المستثنيات، هذا الذي يقول جوازا يخرج جوازا يعني لا يضر هذا التتابع في اعتكاف متتابع، لا يخرج لما استثناه، استثناه أين؟ في نذره أو في نيته تتابع الاعتكاف. ماذا استثنى؟ أخرج من غرل دنيوي أو أخروي. ما هو غرل دنيوي؟ كلقاء أمير، لقاء الأمير يعني لحاجة دنيوية هكذا. نعم. وأخروي، أخروي دنيوي، ما الفرق بينهما؟ الأخروي يكون عبادة، الدنيوي لا يكون عبادة. نعم. كما يظهر من الأمثلة، هذا أخروي كوضوء، فإذا هو يستثني الوضوء ثم يخرج، أو غسل مسنون. نعم. ثم عيادة مريض، عيادة مريض من الغرل الأخروي، أما لقاء الأمير من الغرل الدنيوي. وتعزية مصاب، مصاب يعني أصيب بموت بعض أقاربه هكذا. وزيارة قادم من سفر، وهذا كلها من المندوبات من المسنونات في الشرع، لذلك صار غرلا أخرويا. لأجل يجوز له استثناء هذه الأمور، لو استثناء بالنية، بنية التتابع أو في نذر التتابع، يجوز له الخروج، يعني لا يضر. وبعد الرجوع من هذه الأمور لا يجب تجديد النية. ثم ويبطل بجماع وإن استثناه، هل يجوز له استثناء الجماع ثم الجماع في بالاعتكاف؟ هذا لا يجوز، يبطل يعني يبطل التتابع لو كان نذرا، يسمى بالاستثناه أو كان في طريق قضاء الحاجة، أو هذا الجماع كان تابعا لقضاء الحاجة، فإذا هو خرج من المسجد لقضاء الحاجة ثم اتفق أن جامع زوجته، وهذا ليس مثل صلاة الجنازة المتفقة له، فكذلك ليس مثل الوضوء بعد قضاء الحاجة، بل هذا يضر مطلقا. وإنزال مني بجماع وإنزال مني بمباشرة بشهوة كقبلة، ممكن زوجته جاءت مزايرة له في اعتكافه، فإذا باشرها بمثل قبلة أو غيرها هكذا أنزل، إذن وبهذا الإنزال إذن ينقطع الاعتكاف، ويجب عليه بعد ذلك الاستئناف، نعم، سواء خرج من المسجد أو لم يخرج من المسجد. لو خرج للجماع يبطل، وهذا لم يخرج من المسجد بل هو باق في المسجد ومع ذلك بطل، يجب عليه الاستئناف، نعم. وللمعتكف الخروج من التطوع لنحو عيادة مريض، يجوز للمعتكف الخروج من التطوع، من التطوع يعني من الاعتكاف المتطوع به. لماذا يخرج؟ لنحو عيادة مريض، هذا يجوز الخروج كما سبق ذكرنا سابقا. هذا ليس الخروج من المسجد، هذا خروج من الاعتكاف المتطوع، يعني هذا ترك الاعتكاف، يعني قطع الاعتكاف ثم عيادة المريض. لو خرج لعيادة المريض بدون استثناء ينقطع اعتكافه كما بينا، فإذا هذا ليس الخروج من المسجد
بل خروج من الاعتكاف، يعني هو يترك هذا الاعتكاف ويذهب، هذا يقطع الاعتكاف ثم يذهب لعيادة مريض أو تشييع جنازة أو تعزية وهكذا. هذا يجوز. لماذا؟ هذا تطوع لذلك. لو كان منظورا لا يجوز، هذا معنى قوله من التطوع يجوز الخروج. فإذا لو كان اعتكافه منظورا لا يجوز له لنحو عيادة مريض. ثم ما هو الأفضل؟ أو يعني هكذا عيادة مريض أو استمرار الاعتكاف، هذا الذي يذكر بعده. وهل هو أفضل أو تركه؟ هل هو يعني الخروج أفضل أو تركه؟ ترك الخروج أفضل، أو سواء، كلاهما سواء، ليس أحد منها أفضل من غيره. وجوه هكذا ثلاثة آراء للعلماء. ما هو الأوجه؟ والأوجه كما بحث البلقيني رحمه الله أن الخروج لعيادة نحو رحم وجار وصديق أفضل. ما لو كان المريض غير رحم وكذلك غير جار كذلك غير صديق، بل هذا مسلم فقط، ليس بينه وبين هذا المعتكف صداقة ولا قرابة ولا ليس بجار. فإذا لا يكون أفضل، بل يعني مضيه في اعتكافه هو أفضل. لو كان المريض عاهد هؤلاء فالخروج وترك وقطع الاعتكاف أفضل. واختار ابن الصلاح رحمه الله الترك عند الإمام ابن الصلاح، هذا ترك الخروج أفضل. ترك الخروج أفضل سواء كان المريض ذا رحم أو هو جارا أو صديقا أيا كان، لا يخرج أصلا، بل يمضي في اعتكافه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يخرج لذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في عشر الأواخر. عندما بدأ الاعتكاف واعتكف أولا في العشر الأوائل، ثم عندما اعتكف معه الصحابة رضي الله عنه، عندما تمت هذه العشر الأوائل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن ليلة القدر. لذلك طلب من الصحابة أن يعتكفوا في العشر الأواسط، هكذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواسط. بعد تمام هذه الأواسط قال لم يحضر هذا، لم يكن ليلة القدر، لذلك أمرهم أن يعتكفوا في العشر الأواخر، هكذا اعتكف. ثم بعد ذلك واظب على الاعتكاف في العشر الأواخر، هكذا كان. فإذا في هذه الاعتكافات كلها ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة مريض ولا لغيره، بل كان ملازما. نعم. لا، هنا لو عزم العودة إذا انقطع. لا، ذكرنا هناك لنهي قضاء العودة. ولو لخلاء. من لم يقدر الاعتكاف المندوب أو المنذور بمدة بلا عزم عود. نعم، هذا التفصيل يأتي هنا. نعم. نعم. هذا ذاك بالنسبة إلى يعني انقطاع النية. نعم. بالنسبة إلى تجديد النية ذاك تفصيل. نعم. فإذا لا حاجة إلى تجديد النية.
وما ذلك هل يخرج أثناء اعتكافه لعيادة مريض هذا الذي ذكره هنا؟ وهل هو أفضل أو تركه؟ نعم هذا آراء ثلاثة. ثم بعد ذلك مهمة، قال في الأنوار يبطل ثواب الاعتكاف بشتم أو غيبة أو أكل حرام. ذكر في الأنوار يبطل ثواب الاعتكاف، فإذا متى يثاب على اعتكافه؟ ينبغي أن لا يستمع أحدا أثناء اعتكافه، ولا يغتاب أحدا، ولا يأكل حراما. إذا لو أكل حراما أو يغتاب أو شتم لا يثاب الاعتكاف. يعني هذه الأمور مبطلة محبطة لثواب الاعتكاف، كما ذكرنا في مسألة الصوم. في الصوم أيضا هذا عند الشتم والغيبة يفوت ثوابه، كذلك هنا أيضا يفوت الثواب. فصل. فإذا المعتكف ينبغي أن يتحذر أن يقع منه شتم أو غيبة أو نميمة وهكذا أكل حرام.